تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا. هذا وقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، كذلك استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. سلام. سلام. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حرس الشهر سلام الجمهورية الفرنسية. سلام. سلام. حرس الشهر كفن. سلام. سعادة سفير الجمهورية الفرنسية. سعادة سفير جمهورية أرمينيا. سعادة سفير الجمهورية الإيطالية. سعادة سفيرة الاتحاد السويسري. سعادة سفير جمهورية أوزبكستان. سعادة سفير اليابان. سعادة سفير منغوليا. سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة سفير جمهورية مالطا. سعادة سفيرة جمهورية النيجر. سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. سعادة سفير جمهورية صربيا. سعادة سفير جمهورية مالي. سعادة سفير جمهورية سيراليون. سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية. سعادة سفير جمهورية السنغال. سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.